القرن من الزواحف ويفضل تجنبها، فلدى هذه الأفعى أنياب أطول من أنياب الأفاعى الأخرى، وهي تطوي أنيابها عندما تفتح فكيها. وهذه الأفعى تتغذى على الفئران والجرذان، وتحتوي عضتها على سم شديد تستخدمه في شل حركة فريستها. وقد خلق الله لها مجاس خاصة على رأسها وفمها، باستخدامها تستطيع تحديد موقع حرارة جسم أي حيوان قريب منها. عند تعرضها للخطر تهسهس الأفعى وترفع رقبتها عاليا وتؤرجح رأسها للأمام والخلف، لكن الحيوان السري ليس مخيفا كالأفعى، فالعقارب والحيوانات الخطرة يجب التعامل معها بحذر. سنعطيكم معلومة جيدة، الحيوان السري ليس من الزواحف بل حيوان ثدي. هناك حيوان يبدو كالزواحف لكنه